نرجعوا للأسئلة وتوا الأسئلة باللي بروبوزيسيون نلعبوا على 50 نقطة دوك ركزوا مليح سورتو سمر ومحمد عندكم كان 10 نقاط يلزمكم ترجعوا في الطرح. السؤال أنت وراجلك وبنت خالة راجلك اللي كانت حاطة عليه عينيها في كورتاج نتاع عرس وراجلك باش يسوق تجي الكوزين فك الزربة هذيك نتاع الكورتاج باش يخرج تجي الكوزين هذيك اللي أنت تعرفها تحل باب الكهرباء وتطلع من القدام الله هلا بلاستيك نعطيكم الاقتراحات نهبطها نهبطها تجبد راجلك تعيط له على جنب تهبطوا من الكهرباء تقول له إيجا نقول لك هي تهبطها تتصرف أنا نطلع من القدام بروبوزيسيون ثانية بالوقت تجي تدق عليها تقول لها ماني عايشك أنا مرتو اطلع من تالي دوك تنبزها هي بروبوزيسيون ثالثة تتنرفز وتطلع أنت في كهرباء أخرى مالك ننبزها هي نهبطها تقول لها اماني عايشك هذاك الراجل اهبط اي ما من غير اماني عايشك اهبطوا من غير اماني عايشك مش لازم اماني عايشك اهبط اي سهله برشا لحكي اكتب نهبطها هي ساره كيف كيف نهبطها هي تقول لها اهبط قول لها اهبط ما فيهاش هذا ما فيهاش نقاش مستحيل مستحيل ما تقبلهاش لا جمله اكتب نقول لها اهبط سمر قول له يتصرف قول له هو اموره نفهم شيء تجبي على جنب تقول له تصرف شوف كيفاش اما انا نطلع من القدام مش هي صحيت بالضبط باه دوك نقول له هو اكتب نقول له هو دوك ملك وسارة اخترتوا انكم تحكيوا معها هي وسمر قالت نحكي معها هو اما انتو كانت ثلاثه فما حتى واحده فيكم ما كتقبل وتطلع في كره اخرى مستحيل واضح الغيره نتاع المرأة التونسيه والبروتوكولات هذوما انتو كان لي ريبونس نتاعنا نشوفوا الرجال شنو باش يجاوبوا يلا جميل كيف ما كنت أقول لنساكم نلعبوا على 50 نقطة ركزوا مليح مطلوب منكم أنكم تعرفوا نساكم شنو يعملوا في سيتواسيون معينة السيتواسيون في عرس دوك في الكورتيج بك تضحك أمير يظهر صاروا برشا مشاكل في العروسات ريك العروسات ديما بالمشاكل أمير أفرار مع العروسات حسنا هذا مشكلة مع العروسات دوك السيتواسيون في كورتيج أنت ومرتك والكوزين متاعك اللي كنت تعجبها اللي كنت حاطة عينيها عليك فانا ما فما منها الكوزينة ذي على حسب الغزرة اللي ريتها تو فما منها فما منها الكوزينة ذي الكوزينة ذيك اللي كنت حاطة عينيها عليك في الكورتيج دوك الكورتيج باش يخرج يفك الزربة ذيك جيت هي لقاتك انت تسوق حلت الباب طلعت بجنبك يا الله مرتك شنو تعمل في السيتواسيون هذي مرتك مازالت ما طلعتش في الكهرباء تجي تجبد تعمل كاك احكي معاها هبطها دوك تجبدك انت على جنب تقول لك تصرف هبطها والا تجاه لها هي ديريكتومون ما تفهم شيء تقول لها اسمع اهبط والا بتنرفيزو بالبوت وتمشي تطلع في كهرباء اخرى شو احنا عندنا زوز حالات عندنا ساعات العناد مع بعضنا وعندنا تيك تول ديريكت اهبط دونك باش تمشي للاحتمال الاولاني نتاع اهبط وهبطها لا وتطلع في بلاصتها لا يا اما باش تقول لك ليك انت تصرف هبطها بان نطلع من القدام والا باش تمشي لها هي ديريكتومون تدق عليها الشباك تقول لها اهبط اللي تصرف هبط تصرف هبطها تصرف هبطها دوك جيك ليك انت ورينا ملك لاردواز شنو مكتوب نهبطها هي ما ترحمش ملك ما عندهاش الريح وين يدور ما ترحمش تمشي لها هي تقول لها اهبط ديريكتومون تدق عليها الشباك في بالي استعدي ديما في راسي انا العائلات واحد نعرف اللي تجيني لي انا معناها الاكثريه تجيني هي قالت تمشي لها هي احمد حسب رايك ساره شنو تعمل في السيتواسيون كيف من هكا بون نجم نقول الاحتمال الاولاني ما بين الاولاني والثالث مي الاكثر ياسر كالم هي ساره دونك دوك جيك ليك انت نمشي من الاولاني بكل اما ليله والمزود خدام من بعدين بعتالي بالحق ان نتصور بستعمل برشا حاجات اما ديما نمشي الاحتمال الاولاني بالكل جوست تجي تكلمني انا معناها تجبدك على جنب تقول لك اهبط تقول لك كيفاش تهبطها تعال نمشي بالاحتمال الاولاني انا هذاك ورينا الاردواز ساره شنو مكتوب غلط احمد تمشي لها هي تهبطها شكون جايبتك لك انت انا ما نمشي لها هي بلاصه انت شنو جاني لي انا تو نعطيها اما اسهل لك معناها بالرسمي كيف اسهل هبطها هي اسهل انت تولي هي تتعزز ماني نمشي لها انا نهبطها صحيت اي كي قاعد من غادي تشجع فيها صحيت اي صحيت اي ذاك هو الوجه هاك طلعت غلط والله غالب باش تعرف اليوم مرتك تمشي لها هي كاش فما منها الكوزينه ذي ساره ولا لا 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 لا
وانا فهم مازالت ما صارتش اسكت انت اما مش باش تصير باز اون توكا اعرف اللي كان باش تصير مرتك مش باش تحكي معاك انت راك باش تمشي لها هي انا عرفت شنو باش يصير معناها بالضبط باش تقعدوا في 25 وتقعدوا في 50 نقطه سمر محمد لا انا ما تخممش مرتي تمشي لها ديريكت تمشي لها ديريكت لا لا تمشي لها ديريكت ما تخممش مرتين في الحكايه تمشي لها اهبط دق عليها شبيك تقول لها كان ما حلتلهاش الباب زاد حل الباب تقول لها اهبط جمله ورينا سمر شنو مكتوب في الاردواز قول له لي هو تجيك لك انت عكسنا هكا عكسنا اجا محمد انا في بلاصتي اجي غادي ثلاثة ثلاثة وما تعرفوش نسيكم شنو يعملوا في سيتواسيون كيف من هكا محمد انت في بالك تمشي لها هي وانتوما العكس تخيل وانتوكا حد ما باش ياخذ الخمسين نقطة تو باش نقلبوا السؤال اللي بعده موجه لكم انتوما الاولاد البنات هما اللي باش يلبسوا الكاس يلا الاولاد سؤال كاسح شوية شوفوا كان نسيكم يجيبوا بعد كيف كيف ولا كيف كيف نلعبوا على خمسين نقطة انت ومرتك في الكهرباء جيت باش تباركي جيت باش تباركي الكهرباء في بلاصه اللي هي ماهيش باركينج بيون مش كباركينج لازمك تخلص جيك واحد قدام مرتك قال لك معلم لازمك تخلصني قلت له علاش ماهوش باركينج بيون ما عندي علاش نخلصك وبديت هكا تقول له ليه وعلاش وكيفاش وبديت هكا تسخن تشوف في ثلاثه اولاد تابعينه جايين معاه وكل واحد معناتها ماك تعرف اللي تلقاه عنده عصا ولا واحد تذكر يحطوا حجرتين يقول لك خلص باركينج تشوف في ثلاثه اولاد خارجين معاه هكاك في السيتواسيون هذه شنو تعمل نعطيك الاقتراحات تلعن بليس وتقول له هاو باش نخلص اما نخلص واحد برك فيكم اسم دور عطير مش لازم تخلص كل تقول له عرفتك تخليكم شويه تخليكم شويه اقتر واحد مازال فيها تقول له اوكي تلعن بليس وتقول له هاني باش نخلص اما نخلص واحد برك فيكم بروبوزيسيون ثانيه تسكر الشباك وتقول لمرتك تي هيا مش لازم منها الخرجه تمشي لبلاصه اخرى بروبوزيسيون ثالثه تعمل فيلم وتقول له يا اخي ما عرفتني شكون انا تعرف مع شكون تحكي تعمل فيلم حاسيلو وتقول له يا ما تقول له راني بوليس يا ما تقول له راني شنو المهم تعمل فيلم تقول له ما تعرفني شكون انا وتخلق تخلق حكايه امير شنو تعمل تصور نخلق حكايه باه شنو الحكايه اللي تخلقها زميل نقول يقول لي فيش نقول له في جرون سيرفاس ديجا نزار صارت لي الحكايه بون هذا برشا قدنا امير نعمل فيلم احمد قلت لي صارت لك ديجا صارت لي الحكايه هذيا عندها برشا في بارتي نتاع غران سيرفاس كيف كيف جاني السيده وديجا مازال ما وصلنيش قلت راني تابع البلاصه الفلانه الفلانيه قال لي ديريكت تفضل ماني ما حكيتش معايا وبالرغم فما زوز بالحق واقفين في الباب اصلا حتى المال ما حلش المال ديريكت قال لي تفضل تعقرب احمد دوك احمد اش تعمل في سيتواسيون كيف من هكا سيتواسيون خدم مخي معاه دوك تعمل فيلم واضح اكتب نعمل فيلم محمد كيف كيف نعمل فيلم ما نمشيش معناها نعمل له فيلم دوك ثلاثه الاولاد متفاهمين انكم ثلاثه تعملوا فيلم نرجعوا نسيو ونشوفوا شنو باش يجاوبوا يلا يا بنات نعطيكم السؤال سالناه لرجالكم ونشوفوا كان جاوبوا نفس الحاجه السؤال يقول انت ومرتك مشيتوا في الكهرباء باش تشوفوا البلاصه كي خلطتوا الباركينج جا راجلك باش يقاري خرج له واحد تعرفك جماعه اللي يحطوا معناتها زوز حجر يقول لك هذا باركينج لازمك تخلص وهو ماهوش باركينج بيون قال راجلك لازمك تخلص راجلك قال له مستحيل وما نخلصش ودرا شنيا وعلاش وكيفاش وشكونك وحاسيلو بدتك لبعضها يشوف في ثلاثه اولاد تابعين السيد هذاك خارجين واللي في يده عصا ودرا شنو جايين باش يفضوه راجلك في السيتواسيون هذايا شنو يعمل نعطيكم الاقتراحات الاقتراح الاول يعمل فيلم نتاع اخي ما عرفتونيش شكون انا بعد يبيع روحه على اساس مثلا بلديه ولا زميل ولا اللي هو والا الاقتراح الثاني راجلك يسكر شبابك الكهرباء ويقول لك اسمع سايب علينا من البلاصه هذيا وما عينيش بالمشاكل وكل شيء نمشيو لبلاصه اخرى يديماري الكهرباء بروبوزيسيون ثالثه راجلك يقول له ما تهيل عن بليس ويقول له هاي باش نخلص كما نخلص واحد برك فيكم ويخلص مالك ما عرفتوني شكون ما عرفتوني شكون شنو نقول لهم بعد مثلا وقف ما نعرفش انا امير شنو تخيلوا نجم يقولوا بعد ما عرفتوني شكون نعرفش شكون باش يجيب لهم عاد انا شخصيا هو عنده الفازات هذوك كي يطلع اي تي ديما ايام في الافلام امير الله الله يا امير خرج ديما تعمل في الافلام اول فيلم كيما تعرفنا على بعضنا اكاو ديما بالافلام امير اول فيلم كي تعرفتوا على بعضكم اللي هو قال لي شفتك في استاد وهو ما شافنيش فماش منها الحكايه معنا ما لقيت حتى دخله بعثت على انستغرام ما جاوبتش على الفيسبوك ما لقيت حتى دخله اختي خيرت ما جاوبتش رحيت لانفيتاسيون وبعثت لها ميساج كوكو اختي
اي سامحني. اول حاجه قلت لي قالك ريتك في استاد كذبتو ولا مشيت معاه في الخط؟ ما صدقتوش انا، قلت له انت وين تقعد؟ قال لي اون سانت، قلت له ليه انا نقعد فلوس. قلت له الزهره اقترح عليك، قلت له الزهره هذيك قعدت في فلوس. قلت لي فلوس انا قلت اون تو كاي يعمل فيلم، عرفت شكون انا ودي ماري. اي يعمل فيلم، ورينا الاردواز امير شنو مكتوب، نعمل فيلم بون ريبونس. تطلعوا ال 75 نقطه ونمشي لسارة وأحمد. سارة حسب رأيك أحمد شنو يعمل في ستيو سوكي من هكا؟ يحسب روحه يعرفهم. يحسب روحه يعرفهم. استنى، الأولاني، الاحتمال الأولاني. الاحتمال الأولاني اللي هو هو عنده معارف والكل و... شنو هو الاحتمال الأولاني بتاع ما تعرفني شكون أنا ودي ماري من غد يعمل فيلم يقول لهم أنا راهو تابع تابع فلان فلاني. أي به ورينا أحمد الأردواز شنو مكتوب؟ تابع فلان فلاني بون ريبونس. نعمل فيلم دوك. اسمعني، اخر فيلم عملوا احمد وقتاش تذكر؟ فما حكايه هي ما انا نسيتها. ايه تتذكر؟ تتذكر قل لي انت فكرني حتى نقول لك نتفكرها ولا اوكي بلاصه. شنو شنو الفازه؟ كوراهم البطاقه تعريف تبع سوسيتي كذا كذا، تعدى قالوا من غير ما حتى من غير ما نظر له. تذكرت فازه اخرى حقا نضال. برشا فازات. لا تو تذكرت فازة أخرى بالحق، خاطر عندنا أربع سنين بريسك نحن مع بعضنا، سمحنا لكلمة بريسك، عندنا أربع سنين مع بعضنا. الفازة كي صارت على أول ما تعرفت أنا وياها، فما أوتيل باسم معناها لونسيني نتاعو هو باسم الوالد. دونك كي وقفني قال لي وين ماشي راهو سي انتردي باش تعدى من هنا، جبت له بالحق البطاقة تعريف، كي شافها قال لي تفضل خويا ديريكت واحد واحد. على اساس انت تتابع لوتيل هذاك نتاعك؟ تابع تابع هذاك هو ديجا الوالد. هو لما حرك نذكر لي انت ما بديتها بتقلد في صوت امك مع امها. ما عادش تستغرب سلي. اسمع نزار نهارتها راهو اللي يوصل غادي يلقى بارير يقول له سامحني يرجع مهما كانت شكون، فهمت؟ ومنتي دخلت كيفاش جاتني معناها الرفليكس والفازة هذيك في مخي، وتذكرت معناها لوتيل غاديك في البلاصة هذيك اسمه كذاك ميم با، والله ميم با خزر البطاقة تعريف قال لي تفضل تفضل. اون توكا طلعتوا 100 النقطة الأولانيين توا. سمر محمد شنو يعمل في السيتيوشن كيف مرة هكا محمد؟ يفلم عادي يكون خو رئيس مركز في هيك الوقت. اسمع سيدك كنت تتفرجوا يا جماعه يفرحونا بيه ديريكت انت قلت عادي يقول اخر فاز اقوى فاز عملها نتاع هكا باش يسلكها وقت اسمه نسيت ورقك. ايه خليها هي تحكي بس نسى ورقه في الدار وقف له شرطي يا اخي قال له لحظه هو على اساس مشى يكلم في صاحبه باش يقول له باش يقول له جيب لي الاوراق. الراجل قال له في شكون تكلم يا اخي؟ قال له كنت نتكلم في فلان الفونيلي. قال له برا برا مش مغرومين بفلان الفونيلي يا جماعه، سيروا كل واحد عنده فلان الفونيلي نتاعو. او توكا سمر شنو الريبونس اللي كتبها محمد حسب رايك؟ يفلم يفلم. ورينا الاردواج محمد نعمل فيلم بون ريبونس. تطلعوا لي 60 النقطة أحمد وسارة مازلتوا الأولانيين 100 النقطة، ملك وأمير الثانيين 75 نقطة. من الأسئلة توا باش نتعداو للألعاب وكل لعبة على 100 النقطة، بعد لي دو جو اللي عنده أقل نقاط هو اللي باش يغادر لنا تو سويت. يلا. الأولاد نسيو هما اللي باش يلعبوا نلعبوا على 100 النقطة، لعبة لعبناها لهنا برشا مرات. دونك مرتك عندها كورة نتاع بينج بونج وعندها طاولة نتاع بينج بونج، في الآخر فما بليزيوغ ترو هي لازمها ترمي. قديش على 10 كرات تجيب من كرة في الترو؟ كرة. باه أمير يلعب في السيكوريتي حب يستحفظ على المليون. مشكلة فيش كان أحمد يقول زوز كر أكاهو ويجيبهم زوز كر تنسى المليون وياخذوا أحمد. أحمد قديش؟ زوز. زوز كر. أما كان محمد يقول ثلاثة كر ويجيبهم ماكش أنت باش تاخذوا أحمد المليون، أما محمد. محمد قديش؟ نص. قديش؟ زوز ونص. زوز ونص. ثلاثة. دوك عندنا كورة اثنين ثلاثة. أمير نعمل دورة ثانية، نقعدوا في الكورة. كورة كورة. أحمد زوز لا نقاش. محمد نقعدوا في ثلاثة. ثلاثة. دوك الأولانية اللي باش تلعبها هي سمر توصل ثلاثة كور تنحي المليون لأحمد وملاك، تاخذوا 100 النقطة والمليون وتوليوا أنتم الأولانيين. أون جو كبير عندك في يدك. يلا تمشي. لوبجيكتيف انك توصل ثلاثة كور، دوك يدخلوا لهنا باش
نجم نلقاهم بعد في الباك الوطني ثلاثة كور. أوكي. على عشرة. العشرة كور متاعك حاضرين. أي. حاضرة؟ إن شاء الله. ما عادش كورونو. وقت ما تحب يلا. أي. هكاك. نمشي. أي. واحدة. زي لوزو زي. فريسك امشي امشي من بعدها هي مشيت 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 هذيك الساعة ساعة قديش مازال؟ خمسة كور مازال وعندك خمسة كور وست كورة برك هاي اي واحدة واحدة برك لازم واحدة لا أربعة رعبي واحدة واحدة ماشي صعيبة شي ما فيها أي 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 زينو عندك ثلاثة كور واحدة برك زي ما تدخل زوز كور لازم واحدة فيهم تدخل ما تستريسيش روحك بشوية بشوية العبي هذي لخ كعبة هذي لخ تدخل هذي أي ترجعوا الاولانيين شوك انتم الاخرانيين في سكور اقل وحيد عندكم 60 وذكروا اللعبه هذه اللعبه اللي بعدها من بعد شنو يحسبوا لي سكور اللي عنده اقل نقاط يروح دوك اللعبه ذي كان تو اذا تدخل عندك بلاستيك مضمونه في الفينال نورمالمون والمليون تفضل كرة عندك رابي وليان النجم وقولوا فما برشا زهر دوك من 60 تطلعوا ل 160 نقطة قلت لكم راكم تنجموا تزيدوا في الميز يتنحاركم المليون أمير وملاك سامحوني هذيك هي لعبة في جو هذيكم هما سبعين نقطة، مئة نقطة، أمير وملك وليتوا توما الأخرانيين، توا يلزمكم تربحوا جوج جاية، توا سمر محمد، بلاصتكم نورمالمون بريسك مضمونة في الفينال، نورمالمون مضمونة، كان تحبوا توفيوا ليميسيون بجوج ملايين يلزمكم تربحوا لعبة جاية اللي هي الأولاد هما اللي باش يلعبوها، والبنات أنتوما اللي باش تميزيو. أحمد سارة نورمالمون كيف كيف بلاصتكم مضمونة في الفينال، أما لي بوان مهمين أون كا ديغاليتي في الكيستيون ريبونس فينال. أمير وملاك يلزمكم تحاربوا على بلاصتكم في الفينال وبلاصتكم في الكيستيون فينال الاخرانيين نذكروا اللي تنجم توا القلب هذا اللي باش يصير تربح انت امير اللعبه الجايه تخليك لازي تاخذ مليون تخليك توصل دور الغو وممكن توفى ليميسيون ربح كهرباء كهرباء مازالت ما خرجتش قد ما تقعد كهرباء ما تخرجش قد ما لازم ليميسيون الجايين عندها اكثر شانس باش تخرج ممكن اليوم انتم مازالين تفرجوا فينا في داركم ممكن اليوم تلقى روحك اخر ليميسيون ربح كهرباء باس ام اس واحد في حرف ا ال 85 812 تو سويت ولاد انتم اللي باش تلعبوا البنات يميزيو يلا البنات اللعبه هذه باش ميزيو على رجالكم عندكم دقيقه باش تاكلوا دي سوشي دوك راجلك باش يبدا واقف على البلاتفورم فسر لك من غير ما نطلع راجلك باش يبدا واقف على البلاتفورم هذيك اللي تفبري يلزمو يهز السوشي بالباكيت بتبيعة وانت مقابلته ويوكلك في دقيقه راجلك قداش يوكلك من كعبه سوشي ما تنساش لي انت يلزمك زاد تمغض وتاكل وتبلع باش هو يوكلك الثانيه ايكيب الكور مالك انت اللي تميزي الاولى كابتن باه ساره كابتن تنجم تاخذ كابتن ما تاخذ ثلاثه سمر تعرف روحك تاكل ولا كعبة 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 معناتها كان ملك تاكل كابتشين باش عاودوا يفكوا لكم المليون وياخذوه هما أربعة أربعة يلزمك تاكلهم عجيجة راهو في جرت بعضه في جرت بعضه المهم المليون متاعي ما نسيبوش صحيح نحبوا نزيدوا الثانية احنا ولا دوك أربعة أنتم اللي باش تبداو الأولانيين ميزتي أنا أربعة ملك
كابتين نقعدوا في الكابتين سارة ثلاثة نقعدوا في ثلاثة ذكركم سكور انت 160 اما بيناتكم الزوز اللي باش يخسر هو اللي باش يروح نقعدوا في السكور هذايا 2 3 4 سمر محمد يجي بحذايا محمد يجي منا اطلع شو تنجم تاكل حل شوية فوالا سمر وخر شوية دوك انت لازمك تهز بالباجيت تعرف تهز بالباجيت ولا ما تعرفش تهز بالباجيت لا لا دوك ديكو كان ما تعرفش تهز دوك شاد هذيك تنجم تشدك واضح ولازمك توكلها أربع كعبات في دقيقة باهي سمر قدمة على حرب أنا اختار أنا هما اللي تمدهم هاكا عندك بلاتو مزيان قدامك منه برك شوية أما ليه تنوع رمات مش تختار كاتيجوري واحدة يزم تنوع بيه على الأقل هذا وهذا إذا لا هذيك يشاهي بورتو صح وبس ليش توكل هذيك الأول حاضرين نروح للدار حاضرين إن شاء الله ثلاثة اثنين واحد عندك يلا كعبة تعمل بيدك تشرميها لا لا تعملش بيدها برا 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 هبلا 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 قاو 30 ثانية لزك خايفة على المليون قعدت فك الكعبة متاعك 25 ثانية نجم نهزلش من هذه ماش ماش مسك يجيك سمر تو ما تنجمش تاكل حتى كعبة أخرى إلى حد الآن في ساعة أبلع استنى أبلع سمر ما زالوا دي السبعون لا 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 كمل أبلع خمس أربعة ثلاثة اثنين ثلاثة شلزك قلتي مش تاكلوا أربعة اسمعني عندك برشا وقت ومش كامل تبرع ما بينهم ألعبوا قلتوا كسكي الشيخ توا باش نحي لكم المليون المليون هذاك باش نحيه وباش يمشي للي باش ياكل ثلاثة كعبات نحيوا لي باجيت هذوما فما دي باجيت جدد دوك سارة اجا بحذايا اجا مقابلها أحمد عندك لي باجيت لهني جدد مجموش نخلي مش معناتها انت تاكل تحب تاكل يلا حاضرين ساره حاضرين حاضرين ان شاء الله ساره حاضرين احمد حاضرين ان شاء الله ساره قلت لي اول مره باش تاكلوا اول مره أي. علاش ماكش مغرومه بالسوشي يا معلم ثلاثه ثلاثه عرفتك مش هقول لك يعني يلا فين واحد توب خنو يلا لولا مش 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 بلاتها ديجا بلاتها من غير ما تمغف لا ابلع ابلع امشي 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 ليش مصدق مشيو بورتو قلت ما تحملش السوشي اما لولا شربتها مش كليتها مليون وين مليون وين المليون وين المليون واحد على الفلوس شنو يعمل قل لي مليون والحاجه الحاجه مهمه اللي هي نوصل مو باش توليو الاولانيين في السكور معناتها كان فما ايجاليتي من بعد في كيستيون ريبونس انتوما اللي تتعداو الحاجه الثانيه المليون تاو نتاعكم ما عادش يفكوا لكم حد باش تروحوا به سير المليون نتاعكم الحاجه الثالثه يهري تاو تولي تنجم تاكل سوشي على روحك مش خايف صحة وبشفاء دقيقة باش نخرجوا من هنا باش تقولي ديريكت فارماسي فارماسي دوك تنجموا ترجعوا لبلايصكم اللي باش يجيو بحذايا هما ملاك وامير مالوغوزمون ليميسيون توفى لهنا بالنسبة لكم أمير ملك ميرسي اللي جيتوا بحذنا فرحنا برشا عندنا معاكم تخي تخي بالمومون كل محلى برشا محبة من بناتكم ربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله العرس كما قلت يا عم جاي ولا اللي بعده إن شاء الله وإن شاء الله بلان دو بلشو حتى عنا نظار فرحانين برشا اللي جينا بحذيك وحاجة بحلية على الأخر حاسيلو
ونشجع اللاعبين باش يجيوها اللاعبين الكل. ميرسي عايشك يا امير. ملك على شكون سلم؟ بون نقدم تحية لعائلتي لحميتي وحمويا يا ربي يفضلهم لك صحابي ليميسيون محليها فرحانة برشا اللي جيت بحذيكم وسيتو عايشك ميرسي ملك امير عايشك. انا نقدم تحية لامي وبابا خاطر انا في سيني معناها في الدار وحدي ما عنديش الاخوات لا حد شيء والعائلة ملاك كل من كبيرهم لصغيرهم ولصحابي الكل فما واحدة بربي لحظة برك سامحني فما واحدة تخدم معايا تحب نضال مش نورمال هاو نضال بحذاك سيتو ميرسي ميرسي عايشك يفضلك ميرسي ملاك عايشك توا باش نمشيو للعبة اللي تخلينا نعرف شكون باش يجاوب في 60 ثانية وشكون باش يجاوب في 45 ثانية جو كرونو تو سويت جوك خنوطة والولاد الكرة خلينا نقول الكرة عندكم لعبة لعبة قوة نسيكم بحذيكم كل واحد توا قدام مرته يزم يشد روحه بشد القاجو يديك مطلوقة كل خمسة ثواني مرتك بتجدك دبوزة في وسط القاجو اللي بشي هابط القاجو الأول هو اللي بشي يخسر واضح؟ واضح واضح إجا بحذية أحمد محمد خليك لهنا هزوا القاجوات ولا نعطيكم التوب يديكم مطلوقة تجب تشد الجاجو منا اختار حسنو شد الجاجو كيف ما تحبها ما يزم الجاجو يديك مطلوقة ثلاثة اثنين واحد توب يلا استنى زيد واحد زيد واحدة زيدوا واحدة يجي مزيت مطلوقة يجي مزيت مطلوقة مزيلوا شادين يزيدوا واحدة أحمد أحمد مزيل شادد محمد شادد ما بدأ يعرق شوية في جبينه بدأ يرعش شوية زيدوا واحدة أحمد يرعش لا أحمد سافاش يدروح وما محمد يرعش زيدوا واحدة أحمد يظهري شادد أكثر من محمد نزيدوا واحدة الله يجيك يدين مزيت مطلوقة لهنا يدين مزيت مطلوقة لهنا مزوج بدأوا يرعشوا توا نزيدوا واحدة محمد ما عادش نجم يشد برشا الحكاية مرهونة في ثواني توا يظهر لي الرعشة توا وماكس يدين مزيت شادد من الأول كنت شادد بنسبي أكثر محمد سمر بتجيبه في 60 ثانية سارة أحمد بتجيبه في 45 ثانية أما توتي بوسيبل رينا برشا مرات السيناريو 45 ثانية هما اللي جاوبوا أصح أكثر 60 ثانية 45 ثانية كيستيون ريبونس تو سويت يلا أحمد سارة عندكم 45 ثانية بتجاوبوا على الماكسيموم دو كيستيون كان تجاوبوا أكثر من جماعة الآخرين أنتم اللي باش تدوروا الغو وممكن تربحوا الكهرباء نذكركم أنتم زاد اللي تفرجوا فينا في ديالكم شوية وقت ممكن درايج آخر تلقى روحك رابح كهرباء كان تحس لي اليوم زهرة معاك تبعث اس ام اس في حرف ال 85 812 يخرج اسمك في آخر الميسيون رابح نفس الحاجة اللي باش يربحها الكوبل حلقة اليوم حاضرين 45 ثانية بتجاوب على لو ماكسيموم دو كيستيون سارة نسألك نقول لك أحمد يعرف ولا لا جاوبني جوست أي ولا لا كي هي تقول أي غادي وين جاوب أحمد واضح. حتى كان عندك الريبونس ثانية تقول أي واضح؟ واضح حاضرين؟ حاضرين كونسنتراسيون ما ندخلوش بعضنا نبداو نبداو بسم الله ثلاثة اثنين واحد توب كونو أحمد يعرف ولا شنو هي خدمة بوك؟ إي عنده حانوت فريب صحيح يعرف ولا لون السبتة المونجيلا المفضلة عندك؟ ايه يعرف راس غال تعرف ولا آخر مرة مشيت فيها لسال دو سبور؟ يعرف عندها مدة بريسك أكثر من عام تعبيك باهي أنتو شوفوا كان فاليدي ولا يعرف ولا قداش أكثر ميزان تنجم تهزو في لعبة البوا؟ ايه ما بين 4-5 كيلو معناها غال تعرف ولا الماكلة طيبها حماتك خير من أمك؟ ما يعرفش يعرف ولا آخر كتاب قريته وقتاش؟ ما يعرفش يعرف ولا فيلم مصري قديم تحبه؟ ايه عمر وسلم غال تعرف ولا الشخصية الخيالية اللي تمنيتها تكون حقيقية؟ لا يعرف ولا اللون مستحيل تلبسه؟ قلت
اي قلت اي تربحش اصفر اصفر عمر هو نفس كلمه اي كان قلت اي قال اصفر راه عندكم ديبون ريبوس في عوض كعب ممكن هذيك تبدل لكم كل شيء مش مشكل ديبون ريبوس وليه تو عندكم واحده برك استنى باش نشوفوا تو لي ريبونس عندكم الخدمه الاولى خدمه بوك هذيك صحيحه عنده حانوت سبيدريات حانوت فريد فاليدي من بعد فما واحده اخرى اللي هي اخر مره مشيت فيها لسالد سبور هو قال ابوبري عام هي قالت عام اسكون فاليد ولا قال اكثر من عام قال اكثر من عام وهي قالت عام دونك اون فاليد با دونك عندكم واحده برك صحيحه مش مشكله عندكم واحده صحيحه اون فوار الكوبل اللي بعدكم شنو باش يعمل عندهم 60 ثانيه في السويت خبر ما تعرفوش على الكوب اللي قبلكم شنو عمل عندكم 60 ثانيه عندكم لافونتاج نتاع الوقت ركزوا مليح نسالك نقول لك محمد يعرف اي ولا تقول لي جوست اي ولا هي تقول اي غادي وين نجاوب واضح واضح حاضرين ثلاثة اثنين واحد تبكونوا محمد يعرف ولا شنو خدمه بوك اي نجار صحيح يعرف ولا لون السبت المقاله المفضله عندك اي بيضاء غال تعرف ولا اخر مره مشيت فيها لسال دو سبور يعرف ما مشيتش صحيح يعرف ولا قداش اكثر من زيت نجم تهزوا في لعبه البوا لا ما يعرفش بقى. يعرف ولا ماكله بالنسبه لك طيبه حماتك خير من امك ما يعرفش يعرف ولا اخر كتاب قريته وقتاش يعرف ما تقراش صحيح يعرف ولا فيلم مصري قديم تحبه يعرف بس يعرف ولا الشخصيه الخياليه اللي تمنيتها تكون حقيقيه ما يعرفش يعرف ولا لون مستحيل تلبسه ما يعرفش يعرف ولا قداش تصرف في النهار يعرف 3000 غلط يعرف ولا لون اخر قطعه تتبش شريتها يعرف 25 ها؟ 25 لون بيضاء اتو نشوفو به يعرف ولا النكره تحبها في الكلاس يعرف شوكولا غال تعرف ولا شنو هي البروتوكول اللي عندك في مفتاح الدار يعرف ما عندهاش صحيح يعرف ولا الوقت اللي ترقد فيه في الليل يعرف تسعى غلط وليت جوا اما يعطيك الصحه والله باهي تسمى بالقديم خدمة بوها صحيح نجار لون سبت المونجيلا الفضلة عندها انت قلت ابيض ارجنتي اخر مرة مشيت فيها سال دو سبور قلت ما تمشيش بون ريبونس دوك انا زوز اخر كتاب قرأت وقتاش قلت لي ما تقراش دوك صحيح تخوا بون ريبونس فيلم مصري قديم يعجبك عمر وسلمى قداش تصرف في النهار قلت 3000 قلت انا 10000 لون اخر قطعة بش شريتها انت قلت ابيض وهي قالت زرقاء وبيضة ابيض وازرق انا قلت لها على نفس اليوم معناها سيدي جا قلت لا دوك ما نعرفش هذيك اسكون لا فاليد ولا لا غلط اون لا فاليد با دوك اللي تحب في الكلاس قلت شوكولا هي قالت نوازيت وبيستاش دوك مازال عندنا كان تخوا بالريبونس انا ما نكليش انا في الكلاس برتقالي تاع مفتاح الدار قلت ما عنديش صحيح دوك عندنا كاتب اون ريبونس وقتاش ترقد في الليل قلت التسعه وهي قالت العشره دوك عندكم كان كاتب اون ريبونس بربي كل ليله بحذي بربي في الاخر يتجاوبوا بركا دوك عندكم كاتب اون ريبونس وعندكم لافونتاج نتاع الوقت الكوب اللي قبلكم جاوب كان على واحدة دوك جاوب حدايا سارة وأحمد خليكم شوية هكا جاوب حدايا سارة وأحمد مرحبا اسمون الميسيون توفى لهنا البونتو اللي جبتوه ما كفاش الريبونس اللي جبتوها ما كفاش باش تخليكم تدوروا الغوم مي ان توكا سيتي ان فغي بليزير اللي جيتوا بحالنا فرحنا برشا ربي يفضلكم لبعضكم نتمنوا لكم كل الخير احمد على شكون سلموا بون سلم على عائلتي كل اصحابي احبابي كل يعرفوني كل نشكركم من نعمل ليكيب تاع كاستينغ حتى شفتي الناس والله عديت برشا جو معاكم صح صح هذاك الاوبجيكتيف كي تجيو بعدين ليسونسيال انكم تتفرهدوا وتعملوا جو وتضحكوا وتفرهدوا هذيك اهم حاجه نقدم تحيه لعائلتي الكل امي وبابا واخواتي نقول لهم نحبكم برشا وعارفي في الخدمه وتطالبنا ربي يفضلهم الكل ميرسي بوكو احمد بسامه ميرسي بوكو باي باي ساره انتم مازال كان تحبوا تجيو بعدين اس ام اس في حرف د 85 810 الله يعيشك محمد ساره كنتم مروحين كنا مروحين سارتك الرومونتاد هذيك كلها رجعتوا شويه في الطرح يجاوب بحذايا رجعتوا شويه في الطرح بكلميات نبونتو اي الحمد لله رجعتنا هي في الطرح رجعتك هي في الطرح خلطتوا تو المومون اللي ما نعرفش كنتوا تتوقعوا انا ما كنتش اتوقعها بالكل ديجا قلت لها اذا تعدينا التور الاول سي ديجا اي دونك ما توقعتهاش بالكل انا كي تعدى التور الاول قلت
اللي قالوا محمد باش هيك هو باش يصير قاعدين اللي بعد قلت لكم حاسي فما برشا زهر قلت لكم صحيح كي نجم تو الزهر يوصلنا حتى لهنا ان شاء الله ان شاء الله وتكون المومو اللي نستناو فيه عنا قداش انه الكهربه تخرج اونفا ونعيشوا مع بعضنا الفرحه نتاع كوب جيب حذينا وروح ربح الكهرباء وكيف كيف فرحة كبيرة في ديار العبيد في ديار فقتول عبد اللي بعث لي سميس في حلقة الخمسة وثمانية ثمانية مئة واثناش وخرج اسمه ليو لغو عندكم شكون شي دورها أنا حاجة أخرى قبل ما دور الغو للناس اللي يتفرجوا فينا تعرفوا اللي تو على قناة الحوار التونسي فما من احسن لي اس يو في اللي موجودين سور لو مارشي تونيزيان كهرباء مازالت كي جات لتونس واللي تنجم تكون انت من اول عباد يكسبوها الكهرباء هذيا من احسن لي اس يو في اللي موجودين في تونس ريناها الكهرباء جات البلاتو الكونفور اللي موجود فيها توني دو روت لاكسيسيبيليتي كل شيء موجود فيها الكهرباء اكسبسيونيل بالحق نجم نقولها ونعاود نقولها كهرباء اكسبسيونيل والكهرباء هذيا نجم تولي كرهبتك تسوى 117 مليون و777 دينار بستون تي 77 من عند لا ميزون فاو لو بروميي كونستركتور اوتوموبيل في الشين من عام 1956 وهما موجودين ولولانين الكهرباء هذه تو موجوده في تونس نجم تولي كرهبتك باس ام اس واحد في حرف ا 85 811 القرعه باش تصير على قريب بون شانس ليكم انتوما وبون شانس ليكم انتوما سمر ومحمد سمر باش نخليك دور الغو دوره باهيه وتوخروا ونتبعوا مع بعض اوكي يلا باه هذه ماهيش دوره كبيره لا محاله الكهرباء هاي اسكو تاخذ الكهرباء تكمل دوره اخرى تنخلط زعما الكهرباء جايه بالسياسه بالسياسه قديش باش تمشي وقفت وقفت الغو في الو غو الكترو ميناجي قيمته 5 ملايين الو دو غو الكترو ميناجي قيمته 5 ملايين الف مبروك محمد الف مبروك سمر جيتو تفرهدتوا وعملتوا جو وريتونا اللي تعرفوا بعضكم لقديه وريتونا اللي تحبوا بعضكم لقديه وروحتوا ربحين الو غو الكترو ميناجي قيمته 5 ملايين الف مبروك عايشك نسلموا على العائله الاحباب الاصحاب محمد خليك ولا سمر تبدا انت نحب نقدم تحيه لبابا نقول له نحبك برشا نقدم تحيه لعائلتي الكل وصغار اختي سميهم بالواحد كما نسميهمش بالواحد ما ينكروا فيا اسلام امير حلمي وقمر وعائله راجلي الكل بيان سيغ ربي يفضلهم لك الكل محمد عايشك نحب نقدم اول تحيه لي لك انت الاكيب تاع الكاستينغ الجمهور اللي نورنا اليوم نحب نقدم تحيه لعائلتي الكل والعائله درنسي ربي يفضلهم لك الكل عايشك ميرسي بوكو عايشك عايشك ميرسي عايشك عايشك باي باي نتقابلوا احنا ان شاء الله نهار الجمعه الجايه في حلقه جديده من انتي والمجيره